بتعمل ايه؟ اتفضل يا استاذ. انت بتشتغل ايه؟ انا هنا اهو قاعد في البيت. ايه البيت الجميل ده؟ اللي خلاني جبت البيت ده اللي الشغلانه اللي بشتغلها حضرتك انا نجار مسلح. اتفضل يا استاذ. اتفضل. نورت والله، يعني حضرتك ما تتخيلش قد ايه. ربنا يحفظك بجد والله. يعني انا يمكن قابلت ضيوف كتير في البيت، حضرتك حاله خاصه تماما. ولا حاله خاصه ولا حاجه. لا والله يا استاذ. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. والاخوه طيبين و وربنا يجعل السنة الجاية سنة جميلة يا رب علينا جميعا، كلنا وعلى أولادنا وعلى أنا عندي أحفاد ما شاء الله. أنت لسه أنت جبت أحفاد ولا لسه؟ بحاول لسه. وعلى أحفادنا وعلى مصر كلها ربنا يخليك يا أستاذ. يعني يسود السلام المنطقة بتاعتنا ونعيش في سلام يا رب، أحسن منطقتنا يا رب يا رب. والله يا استاذ يعني عارف حضرتك انا بحب الشغلانه اللي انا شغالها دي اللي هي تمثيل. انا افتكرت نجار مسلح. بحب شغلانه التمثيل دي. هي شغلانه الحقيقه هي جميله بس متعبه جدا. اشرف طبعا متعب. عارف يعني متعب. يعني يمكن حتى لما اتعرض السنه دي اسماعيل ياسين لقيت رد فعل الناس ايه ده؟ ده الشغلانه متعبه، ده الراجل ده اتبهدل وتعب وطلع عينه على ما وانت اتبهدلت كمان وتعبت وانت بتشتغل الدور. كل الناس انا فاكر وانت بتشتغل معايا اياميها كنت بتعمل بوبوس. ايوه وبالمناسبه بحييك على هذا الدور. ربنا يخليك يا استاذ. كنت عامل دور جميل جدا في بوبوس. ربنا يخليك. يعني من الادوار الرائعه اللي انت عملتها واحترمت الدور. ايوه وعلى راي الامريكان يقول لك لما يلاقي ممثل عمل الدور كويس قوي يقول لك كان بيعض في الدور. بيعض في الدور. فانت الحقيقه عملت دور جميل يعني. ربنا يخليك يا استاذ. ربنا يخليك. استاذي انت ما جوعتش؟ والله انا الساعه كام؟ انا عايز اعمل لك لقمه كده اهو في الخفيف في السريع وافرجك على اللقمه دي هيبقى شكلها ايه؟ انا مش عارف هيبقى شكلها ايه. بس افرجك هيبقى شكلها ايه؟ اتفرج. يلا بينا. انما الاكل موعدك. يا أستاذ حضرتك منورني. الله يخليك والله العظيم ما تتخيلش حضرتك مدى سعادتي إن حضرتك معايا النهاردة بجد. ميرسي يا أشرف، أنت بني آدم لذيذ. الله يخليك والله. ونفسي أعمل لك أكلة عجيبة. أنا خايف من الأكلة العجيبة اللي أنت هتعملها دي. خايف مني أنا عارف. هتعمل لي إيه بقى؟ أكلة صيني. صيني؟ بتحب تاكل الصيني؟ ساعات باكل الصيني بس باكله مش في الصين، باكله بره. لما في الصين متهيألي صعب قوي. لا ما بيقولوا حتى الاكل الصيني في الصين وحش قوي والله. انما لما تاكل صيني في باريس مثلا او في مطعم في بلد تانية بيبقى جميل خالص. بس في حاجه دلوقتي طالعه ولادي بيحبوها قوي، حاجه كده منيله مش اسمها شوسي باين ولا سوشي. سوشي لا ما استوعبتهاش. لا ما استوعبتهاش. انت بتحب الاسماك يا استاذ؟ بحب الاسماك لكن ما ينفعش تاكلها نيه مع شويه رز. لا احبها بالطريقه البيتي يعني، المشوي مقلي توم صينيه بتاع يعني التوم مش كتير يعني. لكن اللي هو التتبيله بتاعتنا احنا دي برضه اللي هو الاكل بتاعتنا البوري المشوي الحلو. لعلمك احسن سمك كلته في حياتي في اسكندريه. اسكندريه نفسها طبعا. سمك البحر الابيض ده لا يعلى عليه. أيوة. حقيقه يعني. انا مره في فرنسا الراجل ما بيعرفش انجليزي وانا حافظ انجليزي تمام يعني. يعني يمشيك. يمشيني يعني. اكلمه ما فيش. في النهايه شاورت على واحده على جاب لي عباره عن ثلج وفيها كابوريا نيه وفيها. انا اكلت الطبق ده. ده ايه ده؟ ده في حته في البجال. في مطعم اسمه رجل الخنزير. رجل الخنزير المطعم اسمه كده. وانا مره كنت في المانيا في كيلن ففي مطعم كده انا فجاه لقيت فخده خنزير. فخده معديه كده. فخده حاجه فظيعه. ببص لقيتها رايحه فين؟ لقيت واحده ست قاعده. ايه رايك قامت بالفخده الخنزير دي لوحديها واحده رايح لها فخده خنزير هتاكلها لوحدها وكلتها. فانا قعدت مستني اشوف ايه. هم عندهم حاجه هم اصل الالمان ما عندهمش مطبخ. يعني الفرنسيين في مطبخ فرنساوي، الطليان في مطبخ طلياني، حاجه الاسبان. انما الالمان ما عندهمش مطبخ بالمعنى. عندهم حاجه اسمها هوستاجن. هوستاجن هوس يعني بيت، وطاجن طاجن ده طاجن بتاعنا تركي يعني تقريبا يعني، لانه التراكوة ليهم برضه مصطلحات ليهم مصطلحات، وفي المانيا بالذات جاليه كبيره فليهم شغل هناك يعني. الهوستاجن ده حاجه زي اليخن كده يعني انما كان مش بطال، كان ريحته كده جميله. حضرتك عملت اعظم يخني ده كان في حكايات الفتى الطاير. كان في الفتى الطاير كان مع الله المهم كلوه ناموا نوم الصعايده ناموا نوم. كان توفيق دقنا الله يرحمه. لا كان عدلي كاسب الله يرحمه. عدلي كاسب كان عدلي الدموس الكبير. وقعدت تقول له انا هعمل لكم يخني عجب. عجب ايوه انا هبتدي ايه هو ده انت هتعمل ايه الاول يعني؟ هعمل لك بقى اللي هو كومباو. مين؟ كومباو مش كومباو ده لعيب كوره. كومباو يا ريس يعني دي اكله صيني. بص بقى المطبخ انا عمري ما دخلت مطبخ والله، ما اعرفش اطبخ خالص حتى زمان يا ريس قبل الجواز لا 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 اصل انا طول عمري بيتوت يعني اعيش في البيت يعني. فلما اتجوزت بقى فاتجوزت مراتي هاله فقالت لي انا ما بعرفش اطبخ. قلت لها الله هناكل طول عمرنا سندوتشات يعني ولا ايه؟ فبقى ايه اديتها لامي بقى الله يرحمه. اتعلمت منها بقى. انا كنت ما اعرفش اكل في غير من ايد امي الله يرحمه. ما كانش في مطاعم زمان يا ريس يعني كان دايما اللي هم بتوع الكباب والكفته مثلا بتاع سمك. لا كان في مطاعم. كان عندكم في الحلميه بتاع اسمه بيليا ولا مش في الحلميه ده حاجه ثانيه خالص. مطاعم بره بتكلم على وسط البلد والحاجات دي. كان في ريجنت وكان في المطعم اللي عملوه دلوقتي اللي هو قبل الامريكان كده على النص كان اسمه ايه مش فاكر بالظبط. كان بيعمل نجريسكو جميل جدا. فلما اتجوزت بقى مراتي امي علمتها بقى الاكل يعني. ما تخافش يا ريس ما تخافش. طيب وانا مش هعمله كله عموما دلوقتي بقتش يعني ما كنتش قادر اكل الا الايد غير من ايد مراتي. طب وكان ايد وبعدين بقى المهم ايه؟ مره مراتي قالت لي انا عايزه طباخ. ايه طباخ؟ يعني الطباخ ايه؟ يعني قلت لها ايه طباخ؟ يعني الطباخ ده يعني مستولين ان هو عند الناس بقى اللي بشوات قلت مش انت ربنا فتحها عليك وركبت عربيه مرسيدس ويعني انا كمان من حقي ان انا يعني اريح كمان شويه ويجي طباخ وجبت طباخ لكن تتذكر الاكله اللي كانت والدتك بتعملها عمرك ما تدوق زيها؟ صينيه البطاطس باللحمه بالصوص الاحمر. صينية بطاطس عادية بطاطس في الفرن. يا خبر ابيض مع رز وطاجن البامية باللحمة. ايوه والملوخية طشة الملوخية دي بتاعت امي كانت تخليك تهرول على روحك كده يعني تريل يعني انا اسف. لا بس فعلا امي كانت طباخة المحشي. وبعدين عارف امهاتنا اصل احنا اللحمه عندنا ما كانتش متاثره قوي يعني. مش مهمه قوي. كل واحد لازم ياخد منابه يعني. فكانت امي الله يرحمها بتعمل اكل جميل جدا حتى مش لحمه يعني شويه فول مقلي. عارف الفول اللي هو الرصاص ده الابيض. فول اسمه فول مدشوش. فول مدشوش تعمله بالصلصه بالبتاع كان بيبقى جميل جمال. المحشي مثلا المحشي السخن بالشبت. ايوه محشي ايه بقى؟ كروم ده كان اجمل محشي وهو مولع. بتبقى يعني اكله الواحد. طب افكرك بايه في المحشي يا ريس؟ ايه الصوابع اللي تحت المحروقين دول. لا انا كنت احب الابيض ده والله. انا اللي كنت باكل محروق اللي هو لسه طالع والحله مولعه. بس احنا بنفرح قوي بقى لما الطباخ يزعل او حاجه او يتاخر او يغيب او بتاع لغرض. فهاله بقى تخش المطبخ هي تعمل. بنبقى سعداء انا والاولاد بطريقه جميله جدا. لكن ما عملتش يا ريس قبل كده ما دقتش او والدتك الله يرحمها ما عملتلكش سد الحنك؟ يا ساتر اعوذ بالله. ده حاجه، ولا المرتة. المرتة لا اله الا الله، المرتة ده حاجه. طب ما حبيتهاش؟ لا لا لا، ده حاجه تودي، ده حاجه تودي الاسم. يعني انت لما تاكل سد الحنك تحس كنت عايز تروح الاسم. ايوه ايوه، وهو سد الحنك المقصود بيه فعلا يسدوا حنك الناس، سد الحنك والمرتة لا انا كنت، انا ما كنتش اكل لحمه على فكره، انا كانوا ياكلوني اللحمه بالعافيه والله. وكنت يدوني اللحمه من غير حد ما احس كده، اروح ايه رميها تحت السلم. ياه. انا كنت احب اللحمه المشويه، الريش المشويه بس. انما لحمه الطبيخ دي ما، لكن حابب الطبيخ نفسه، حابب الطبيخ، طبيخ مع رز مع سلطه مع بتاع. كنت احب كمان البقوليات، اللوبيا، الفاصوليا الناشفه، الحاجات دي تعمل بالصوص برضو الاحمر بتاعنا ده اللي هو بالسلق. ايوه ايوه، لونه مخضر كده شويه. الاكل الجميل بتاعنا ده. هتجوعني وانا عمال اعمل صيني. انت بتعمل ايه؟ كابو كابو كابو. اهلا كابو 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 كابو. كابو كومباو كومباو كومباو. قال يعني هو هيختلف، قال يعني هتغير. الكومباو. طب مش حضرتك زراعه؟ طب ايه اللي يعني، انا شايف ان دي كلها حاجات جديده علينا دي. جديد، انا شفتها في امريكا بقى. امريكا اولا، احنا للاسف كانت كليه الزراعه جامعه القاهره كان يعني تقريبا ثاني كليه زراعه في العالم. في العالم كان اول كليه زراعه زراعه كاليفورنيا، يليها مش عارف زراعه حاجه ثانيه كده، او على طول زراعه القاهره. دلوقتي زراعه القاهره مش في التصنيف خالص للاسف. للاسف الشديد. فدلوقتي عارف في امريكا اصل الفلاح مدعم في كل حته في العالم، حتى في امريكا الحكومات بتدعمه. وبعدين بيبقى في علاقه بين الكليه والفلاح. يعني الفلاح مثلا بيحب يهجن حاجه على حاجه، يقوم ايه يستعين بالاساتذه بتوع كليه الزراعه بتاعت كاليفورنيا. تقوم مثلا كليه الزراعه تدعوه ليلقي محاضره في الراجل الفلاح. الراجل الفلاح في، انا شفت مره في فرنسا كرنفال ضخم ضخم، وزرع جميل، وورد، وبنات زي القمر بتاع الفرنسويات، ولابسين ملابس كده جنسات اياها دي، والسلبوتات الحلوه، وعربيات على تريلات وبتاع. قلت ايه الاستعراض الجميل ده؟ اتاريه مظاهره. مظاهره عشان ايه؟ بينادوا بحاجه يعني؟ الفلاحين مش عاجبهم المعونه اللي بتديهم من الحكومه الامريكانيه، فعاملين مظاهره، فبيقولوا للعالم احنا اللي بنعمل لكم ده. فتشوف شكل الخضار والفاكهه والورد اللي معمول، يا سلام، يفتح نفسك يعني هم بيعبروا الاول احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ده. يعني انا دخلت سوبر ماركت في امريكا، الفلفل ده بقى جميع الانواع، الالوان، يعني فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، فلفل موف. وبعدين فلفلايه قد كده، فلفلايه قد كده، لغايه ما الفلفل قد كده. الاحجام كلها. اصل طريقه العرض كمان في امريكا وفي الحاجه. انا مره دخلت محل، يعني سوبر ماركت كبير، مش سوبر ماركت، محل للادوات المنزليه والحاجات دي، اتفرج. اشتريت شاكوش احمر جميل جمال. عجبك شكله؟ عجبني شكله، انا مش عارف هستعمله في ايه، انما اشتريته، وللاسف نسيته في اللوكاندا اللي انا كنت فيها. بعد ما عجبك شكله بعد ما عجبني شكله واشتريته. يعني الالوان دي هم مهجنينها. دلوقتي اعظم اكله في الدنيا طبق السلطه اللي فيه جميع الالوان. كل الالوان، فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، مع طماطم، مع خيار، مع الجرجير، مع الخس، مع الحاجات دي. بس في كمان اللي هو اسمه البروكولي ده، ولا البروكلي. مع اني ما بحبوش، بيقولوا ده مفيد جدا. انا ما بحبوش، بس يعني هو ما بلاقيه باكله يعني. ساعات اشوف كده اقول ده كرومب مثلا، يعني بيستهبل، اقنع نفسي ان ده ترش بتاع حاجه زي كده. انت مش غاوي ترش يا ريس؟ لا، ازاي ده انا كنت باخد بقى ايه ولادي اول يوم رمضان، اروح سيدنا الحسين عند الحاج حسين، يا سلام، الله يرحمه. وكان ده بقى ترشاجي طبعا. وكان ولاده بقى هم اللي، ولازم اول يوم رمضان، اللي هو بقى خدهم برحله وديهم الحلميه وارتباط الترش برمضان. قال لهم بيتي هنا وكنت بقعد في الحته دي وكنت بلعب كوره في الحته دي وكنت بعمل في الحته دي. هي بتبقى ليا كمان اكتر يعني طبعا. وبقول لهم انا منين بالظبط يعني واخد بالك. وباخدهم اروح سيدنا الحسين في اول الدراسه كده عند الراجل بتاع الترش. كنت لاقي بقى وكنت بقى اقعد اتفرج على الترشاجي وهو بيحضر الترشي. دي متعه في حد ذاتها. وهو بيقطع الخيار وبيقطع الخيار وبياخد من ده مش عارف ايه وبياخد من ده ايه وبياخد من ده تك 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 وبعدين ميه من هنا وميه من هنا مش عارف ايه وترشي من هنا وحاجات زي كده. وعايز ميه حراقه ولا ميه حراقه ولا كتر الدقه كتر بتاع بتبقى الشغل. بقعد اتفرج يعني ما ببقاش عايز وايده كلها حمراء مكان الميه والبنجر. تقطيعه الخياره دي ده فن. فنان فنان يعني مهني. بمناسبة رمضان يا أستاذ، أنا أفتكر زمان وأنا صغير يعني إيه من فترة قريبة كنت في إيطاليا مع جماعة أصحابنا وواحد اللي واخدنا بيفسحنا وبتاع عربيته مش راضية تتدور. أنا إيه بقى لابط في أي حاجة، فقلت له دي هي مسربة كهرباء بس نجيب طوبة وندق على البطارية هتشتغل. أقلب إيطاليا على طوبة ما لقيتش طوبه. مفيش طوبه لا. افتكرت وانا صغير واحنا عندنا في الشارع عايز طوبه يا خبر اسود ده جنبيك على طول. فواحد كنت قعدت متضايق منه فتره طويله. طوبه مره واللي هو ايه بتاع طوبه ولا الزلطه؟ زلطه زلطه وحدفني في دماغي. دي يا خبر اسود. الراجل ده قعدت مش هو مش راجل الواد ده ساعتها انا كنت متضايق منه جدا بس يومين لقيته جاي بيصفر لي من تحت البيت وانت فين بتاع. رحت نزلت ولعبنا ونسيت. فكرة التسامح عندنا واحنا صغيرين هل بتختلف عندنا لما بنكبر؟ يعني مساحة التسامح موجودة في كل شخص لكن دي نفسها واحنا صغيرين غير واحنا كبار مثلا. أنا عندي قوة العفو والتسامح فعلا. هي دي قوة. يعني أنا مثلا ما رضيتش أكرم مع السيدة خيرال بشلاوي. أنا بقولها لك بمنتهى الصراحة يعني. لما جه الاستاذ علي ابو شادي قال لي هنكرمك انت ويسرا والاستاذ سمير سيف. انا عملت مع سمير سيف افلام جميله جدا طبعا وعملت مع يسرا افلام جميله جدا. يعني انا ليا في يسرا كتير يعني طبعا. وقلت له ده حتى افيش جميل جدا انا موافق. رحت باريس ورجعت لقيته حاطط السيده خيرية بشلاوي. السيده خيرية بشلاوي تقوم الصبح قبل ما تشرب فنجان القهوه تشتم عادل امام. واخد بال حضرتك. المهم قلت له لا انا ما اكرمش مع السيده خيرية بشلاوي. يعني مش ممكن يعني الاختيار خاطئ اختيار يعني ما واخد موقف حضرتك واخد موقف. يعني قلت لا مش رايي وما روحتش فعلا. اول امبارح جات لي حاله من الصفاء كده والطهاره القلبيه والصفاء النفسي. فقلت اكلم السيده خيرية بشلاوي فعلا. فليا صديقي الاستاذ محمود موسى. هي صحفي جميل جدا يعني قوي. وفي علاقه ود وحب كده بينه وبينه يعني. راجل طاهر كده وجميل خفيف ولذيذ جدا. قلت له تعرف تليفون مدام خيرية بشلاوي؟ قال لي قوي. قلت له هات لي كمان تليفون طارق الشناوي. يا سلام. فرحت مكلم السيده خيرية بشلاوي. كلمتها؟ قلت لها مدام خيرية بشلاوي؟ قالت لها ايوه. قلت لها انا عادل امام. عارف في ثانيتين كده صمت وبعدين قالت لي اهلا وسهلا. قلت لها انا بعتذر لك وانا في حاله طهاره وفي الايام المفترجه دي انا حاسس ان انا اخطات معاكي. فانا قلت لها انت قيمه فنيه كبيره. لما قيمه فنيه كبيره تشتمني ده بيزعلني. قعدت تضحك ضحك. وخلص الموضوع. وخلص الموضوع من التليفون. بعد فتره زمنيه طويله. بعد فتره طويله جات لي حاله من الطهاره كده ما تفهمش. كلمت الاستاذ طارق الشناوي وهو عاده يعني متخصص في شتيمه عادل امام. ايوه. فقلت له ما لقيتهوش هو كلمني. فهو يحب قوي يقول لي ما قوليش يا استاذ عادل وبتاع. اقول لي ايوه عادل. يعني خد بالك ايوه. قلت له انت عيان ولا حاجه؟ قال لي ليه؟ قلت له بقى لك مده ما بتشتمنيش خير يعني انا بسال على صحتك. قال لي لا اصل كنت في باريس وبتاع. قلت له طب كنت خليك في باريس، ده باريس دي بلد جميله خالص يعني. ويعني عيطت عليه. جميل. وكان نفسي اعيد على كل الناس اللي شتموني. يعني طبعا ما كانش فيه، مش ممكن لانهم كتار قوي. لا لا والله يا استاذ يعني اقول لحضرتك حاجه، يعني بجد احنا النهارده لما بنقف ونقول عادل امام فاحنا قدام قيمه كبيره. اصل انا مش بقول ده عشان حضرتك قاعد قدامي. اشكرك يا اشرف، اشكرك يا عبد. في كمان حاجه، انك اتجاهك السياسي محسوب عليك فنيا. انت مالك، انت ليك علاقه بالفن اللي انا بعمله. يعني انا سالني الاستاذ عمرو الليثي. عمرو الليثي تمام، عملت معاه موضوع جميل الحقيقه، وهو كان صريح جدا معايا. فقال لي انت صحيح فعلا يعني في صف الاستاذ جمال مبارك. قلت له هو الاستاذ جمال مبارك مش مواطن مصري؟ قال لي اه. قلت له من موقعي السياسي مش من حقه ان يرشح نفسه لرئاسه الجمهوريه؟ قال لي اه. قلت له وانا مواطن مصري ومن حقي ان انا ارشح الانسان اللي انا عايزه. مش دي ديمقراطيه برضه ولا دي؟ فابتدوا الناس الجرايد الثانيه اللي هي ضد السيد جمال مبارك يشتموني كمان في ايه، في فيلم بوبوس يعني، واخد بالك؟ تمام. يعني لاسباب اخرى غير الفن. لاسباب غير الفن. تمام. هقول لك على حاجه. انا حما بنتي اخواني. تمام. لما جه يخطب ساره بنتي كنا في العجمي، هم جايين طبعا كان في قلق لانهم عارفين موقفي من الاخوان. تمام. قال لي استاذ عادل في حاجات قدريه كده، يعني انا اخواني من وانا عندي 19 سنه ملوش علاقه بالسياسه ولا بتاع، انما انا اخوان من عندي 19 سنه يعني. قلت له وانا كنت عضو حزب العمال والفلاحين الشيوعي المصري وانا عندي 16 سنه، نقرا الفاتحه؟ قال لي نقرا الفاتحه. دي كلها حاجات قدريه. يعني وابنه بيتعلم في الجامعه الامريكيه، يعني راجل محترم. عندها ايه ساره دلوقتي؟ ساره عندها امينه وعندها هاله الصغيره ما شاء الله، وقعت يا عيني على طريقتها على قريتها. يعني انا اصل اي حاجه تحصل لاحفادي بيكاد 500 عفريت طبعا. يعني انا لاممهم كلهم معايا في القريه في المنزل الريفي. انا دي اجمل حاجه عجباني. يعني وجود رامي ما شاء الله ومحمد وساره وكل حد بيته حواليك. الصبح بيجوا لك الاولاد، اولادهم الاحفاد. في بقى اللي هو زيزو اللي هو عز الدين، ده اول واحد. ده متصور اللي انا الشيطان اللي بيطلع في التلفزيون. فبيخش عليا في السرير بالضرب، يبقى هو ايده ناشفه بالبنيات بالبتاع. ليه يا ابني كده؟ مبقاش فيا صحه زي الاول يعني. يعني تتذكر حضرتك اليوم اللي رامي جه، اليوم اللي جه فيه رامي؟ تتذكر حضرتك اليوم ده انت كان حالتك عامله ازاي؟ انا هحط لك ده، مش بالضروره تجربه لان انا هو ده الاكل بقى، تحط البتاع ده وهي دي الكمبوره. ده اسمه ايه؟ كمبوك. التمبوك. التمبور. الايه اسمه ايه؟ الكومباو. الكومباو. هو ده الكومباو يا استاذ. بس انا انصحك الاول ما تجربش، لما اجرب لك انا الاول واقول لك ايه الاخبار. ثانيه واحده. العده اهي. رامي يوم ما جه كنت حضرتك بتعرض مسرحيه او كنت بتتصور فيلم او حاجه؟ لا انا كنت مش فاكر كان عندي ايه بالظبط، بس انا فاكر يوم ده كنت شاري عربيه جديده اللي هي 128. واخد بال حضرتك؟ وكانت مراتي في المستشفى وبتولد. انا قبل مراتي ما تولد قلت لها بصي انا هروح اسكندريه عشان يعني عندي شويه حاجات. ادي اسكندريه مين؟ انا عايز اهرب. انت مش عايز تحضر اليوم؟ خايف. انما المهم رحت في المستشفى، دخلوها اوضه العمليات، انا نزلت. خدت لفه بالعربيه وجيت لقيت في الخيال بتاع المستشفى، مستشفى الدكتور الكاتب. ففي اوضه العمليات ليها ازاز مدور. ولقيت ايد ماسكه بيبي، والبيبي ده بيعيط. انا قلت ده ابني. ما كانش فيه لسه السونار ولا حاجه زي كده. ما كنتش عارف ولد ولا بنت. لا 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 ما حبيتش ده يعني. فما كانش موجود امين. فقلت ده ابني. طلعت قالوا لي مبروك رامي جه. انت كنت متوتر خايف تطلع؟ خايف. ولقيت عينيا كده راحت رغرغه. دخلت طبعا. المره دي كانت عايزه ادخلني معاها اوضه العمليات. دي موضه عجيبه، مش فاهم ايه الموضه العجيبه دي، حاجه غريبه جدا. ويزعلوا لو ما دخلش اوضه ازاي إيه يعني ازاي يعني بقى مريض ايه يعني بيعملوا فينا كده ليه يا استاذ؟ جه رامي بقى. ده كان طبعا. وساره برضو اتولدت في نفس المستشفى، قابلت الدكتور جميل والي، كان هو في دكاتره بيشوفوا الطفل بعد الولاده. الدكتور جميل والي ده على فكره ده يعني فنان كبير وعازف عود والله، وكان من الدكاتره الكبار جدا بتوع مصر، بتوع الاطفال يعني بتاع. ده وقت رامي. وقت ساره بقى كان الدكتور الله يرحمه جوز السيده هند رستم. يعني واخد بالك انت؟ ايوه. فجي قال لي ما شاء الله يا استاذ عادل، هو راجل مهذب جدا جميل جدا، ومن الاسماء الكبيره، من الاسماء الكبيره في عالم الطب. عالم يعني عالم يعني. فقال لي يا استاذ عادل انت جبت بنوته قمر خالص، اموره خالص. هم بيعرفوا بقى من صورهم الطفل ده هيبقى شكله ايه، هيبقى ايه، حاجات زي كده. انت فرحت رامي؟ طبعا فرحت بيه، دي اول فرحه. وساره اما جت فكره ان البنت وحنينه، وان البنت ما دي لما كبرت بقى. انا برضو كنت عايز ولد، انا برضو مخي كده مقفول يعني. يعني فجت بنت، قلت طب كويس. لما كبرت البنت بقى حسيت بالفرق، عرفت الست. وعندي ساره دي دلوقتي بالدنيا كلها، هي وبناتها. يعني زي ما حضرتك بتقول عز بيجي يلعب ازاي وبيضرب ازاي. البنوته بقى ده عندها بنت ما شاء الله، امينه دي يا خبر. اولا زي القمر ما شاء الله، قمر. وعندها كمان هاله على اسم المدام. ورامي جايب عادل على اسمي، وعز الدين ده لوحده بقى، ده مع نفسه. ده اللي هو انا سميت ولادي. مراتي سمت احفادي. يا سلام. بس هو كمان امينه لما كانت ساره مع جوزها في الجامعه الامريكيه كانوا متفقين وهما بيحبوا بعض وبتاع. انا اصل صديق لاولادي. يعني مره كنت قاعد مع ساره على السفره، دايما بنتغدى مع بعض لازم. العشاء بيبقى الواحد عنده بلاتو، مسرح، سينما بتاع، انما مهم جدا الغداء. فمره قلت لها انت ما بتحبيش. لقيت وشها يا عيني ده راح قلب، اتقلب. قلت لها انا هكون اسعد واحد في الدنيا لما اعرف انك انت بتحبي. لان كونك انك انت بتحبي يعني معناها انك انت انسانه طبيعيه حقيقيه. الحب ده شيء جميل جدا. كلهم بيحبوا. فلما عرفت بقى احمد جوزها، عرفوا بعض في الجامعه. انا طبعا انا فلاح وابن بلد، يعني لازم اعرف مين ده برضه طبعا. فاوصيت ولادي انهم يصاحبوه ويجيبوه البيت، رامي ومحمد. هي طبعا بتقول لامها وامها بتقول لي وحاجات زي كده. فلقيته شاب رائع الحقيقه، والى الان انا فخور ان بنتي اتجوزت هذا الشاب. وحسيته ان ابنك وياسمين مرات رامي زي ساره بالظبط. فاضل محمد بقى، ونخلص بقى الليله. امه هتتجنن وتجوزها. بس هو لسه برضه يعني هو عنده النهارده طفيت له الشمعه بتاعت عيد ميلاده ال 26. كل سنه وهو طيب. يا ريس انا دلوقتي خلصت الكومباوند. هي دي الاكله؟ بس الله. اقول لك حاجه ما تاكلهاش. مش كده؟